مساء الخير، بنرحب بحضراتكم ومستمرين معاكم في تغطية فعاليات مهرجان العالم عالمين في اليوم العاشر على التوالي من خلال شاشة سي بي سي ومن خلال برنامج العالم في العالمين. طبعا احنا متواجدين داخل مدينة الألعاب الرياضية، بنرصد كافة الفعاليات وكافة الأنشطة الرياضية اللي بتقوم بها إدارة مهرجان العالمين، متمثلة طبعا في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، اللي بتقدم توليفة رياضية مختلفة ومتنوعة وبتضيف رياضات مختلفة يعني يستطيع الجمهور ان هو يمارسها بكل بساطة، زي رياضة كرة القدم طبعا اللي بيعشقها كل المصريين، ورياضة البادل، ورياضة كرة السلة، والعديد من الرياضات الممتعة اللي بيشارك فيها الجمهور من خلال مسابقات بتقيمها إدارة مهرجان العالمين، او ايضا بطولات رياضية بيقوم بها العديد من نجوم الكرة ونجوم الرياضة في مصر، وطبعا بيستطيع الجمهور ان هو يشارك فيها من خلال المشاهدة او من خلال المشاركة لو كان في مساحة للمشاركة في هذه البطولات. طبعا الفعاليات مستمرة حتى 30 أغسطس، ويستطيع الجمهور أنه يحجز دوره من خلال شركة تذكرتي، وطبعا تقدروا تتابعوا معنا الفعاليات بشكل مستمر من على شاشة سي بي سي ومن خلال برنامج العالم في العالمين. خلونا الوقت ننتقل إلى زميلنا محمد الجباس علشان يقول لنا رسالته النهاردة من نقطة أخرى من داخل مدينة العالمين الجديدة. شكرا محمد، واهلا مشاهدين سي بي سي في كل مكان ومشاهدين العالم في العالمين من جديد من هنا من منطقه النورث سكوير، المنطقه يعني اللي تعتبر اكبر منطقه ترفيهيه تجاريه على ساحل في الساحل الشمالي، وهي المنطقه الاولى التي تطل على البحر مباشره كمنطقه تجاريه وترفيهيه. يعني كنا بنتكلم قبل الفاصل مع عدد من الاسر اللي ابدوا انبهارهم بالتوسع والتطور هنا في مدينه العالمين الجديده وفعاليات مهرجان مدينة العالمين الجديدة المستمرة من 11 يوليو حتى نهاية شهر أغسطس القادم بفعاليات وأنشطة متنوعة بين الفنية والثقافية والرياضية. يعني الفعاليات الفنية في الويك إند الثاني كانت كلها زخم، يعني سواء في حفلة قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، أو في حفلة الأمس الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، واللي شفنا فيها حضور واسع من الجمهور. لكن حابب أثني على التنظيم في سهولة وسهولة وتيسير إجراءات الدخول للزوار أو الحاضرين للحفلات في منطقة أرينا العالمين، المنطقة اللي استحدثتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واللي بتسع لأكثر من 30,000 من الحضور، واللي بتشمل أيضا منطقة خدمية وبرق خاص للسيارات. لسه المهرجان مكمل بفعاليات وأنشطة مختلفة، لكن الحفلات كمان مكملة حتى نهاية شهر أغسطس القادم. بينتظرنا حفلة مع الهضبة عمرو دياب، بينتظرنا حفلة مع كايروكي باند مسار إجباري، عدد آخر من الفنانين المصريين والعرب. يعني دي كانت أبرز رسالتنا من هنا من منطقة النورث سكوير. هنتقل الآن لزميلي محمد زهران. إليك محمد. شكرا لمحمد الجباس، شكرا للمشاهدين الكرام مشاهدي سي بي سي في كل مكان على الاستمرار معنا على هذه الشاشه اللي بتنقل لكم دائما وابدا اخر فعاليات الانشطه المختصه بمهرجان العالم عالمين، واللي بيعقد في نسخته الثانيه داخل مدينه العالمين الجديده. يمكن من الاشياء الجميله المستحدثه في هذا المهرجان السنه دي هو توجه الدوله المصريه نحو الاهتمام بذوي الهمم واشراكهم داخل المجتمع المصري، ويمكن القائمين على هذا المهرجان ممثلين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت بدور كبير جدا من أجل إشراك أكبر قدر ممكن أو عدد ممكن من ذوي الهمم في هذه الأنشطة. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت كل الحرص على إشراكهم من خلال عدد الفعاليات والأنشطة الكثيرة المنتشرة في كل ربوع وأرجاء مهرجان العالمين، سواء في المنطقة الترفيهية اللي احنا فيها أو في الممشى السياحي أو حتى في المنطقة التراثية اللي انشأت خصيصا مؤخرا يعني استضافة أكبر عدد من الفعاليات الثقافية والترفيهية. يمكن لما تحدثنا مع بعض يعني ذوي الهمة تحدثنا معهم عن رأيهم في هذه اللافتة والبادرة الإنسانية الكبيرة من القائمين على هذا المهرجان تجاههم، كانوا صراحة مبسوطين جدا، وقدموا الشكر لكل القائمين على هذا المهرجان لإدماجهم في هذا المهرجان ليستمتعوا ويشوفوا جمال وروعة مدينة العالمين، وكل استمتعوا مع الزائرين بهذه المدينة الجميلة. يمكن ده آخر ما لدينا النهاردة، قدرنا يعني نقدم لكم كل آخر تطورات الفعاليات الموجودة في ما يخص وزارة الثقافة المصرية. ننتقل إلى الزميل العزيز عمرو موسى لإطلاعنا على رسائله الختامية في هذه الفقرة. إليك عمرو.
يعني سيمفونية رائعة بيعزفها زملائي الكرام، الزميل العزيز محمد الجباس والزميل العزيز محمد شاهين والزميل العزيز محمد زهران، في استعراضهم لمختلف الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية لهذا المهرجان الدولي الهام الذي يستمر حتى 30 من أغسطس في عملية ترويجية لمدينة العلمين الجديدة. هذا المهرجان الذي يقدم تجربة فريدة من نوعها ويقدم لمختلف الفئات ومختلف الأعمار السنية ومختلف الأذواق كافة احتياجاتهم في هذا المهرجان. أنا بشكر زملائي الكرام الموجودين أمام الشاشة أو خلف الكاميرات، وبشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإن شاء الله نلتقي مع حضراتكم في تغطية أخرى لبرنامج العالم في العالمين. إلى اللقاء.